اندلع حريق مهول اليوم الأحد في سوق رونجيس بالعاصمة الفرنسية باريس، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة دخان كثيفة من السوق الواقع جنوبي العاصمة، وتصاعد دخان أسود كثيف في سماء باريس اليوم الأحد عقب اندلاع حريق مهول في مستودع بسوق ضخم يزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج، ويعد الأضخم من نوعه في العالم. هذا وحتى رجال الإطفاء الناس على الابتعاد من المنطقة الواقعة جنوبي باريس في أثناء مكافحة الحريق.